مرحبا واهلا وسهلا فيكم على قناة ميزو جيمينج وحلقة جديدة من تختيم لعبة هورايزن زيرو داون. المهمة تبعنا هي مهمة هاي تبع الوحش الطويل، رح نكمل هالمهمة. ما بعرف هي بتنحسب من المهام الجانبية ولا من المهمات الأساسية، بس رح نحاول إنه ننهيها. دقيقة، في عنا لا هلا وقت هالوردة بربكم. موت يا قلبي. ها عم بتقول انه صعب نتسلق على هذا الوحش، لازم نشوف طريقة تانية. كيف راح اخذ هذا؟ من هون يعني؟ هيك؟ بس في وحوش تحتي. هاي يمكن من هون. معقول يمرق من هون؟ يلا رح ننطره. دام. لا. موت. تمام. اها اجا من عندي والله معناها ما كان لا 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 موتوا موتوا هلا وقتكم. ما الواحد ما بيعرف من وين بتطلع له هالوحوش السخيفه، السخيفين جدا. راح الدم تبعنا يلا. اللعبة كرمالها يعني عم بتصير احسن بصراحة. انا عم بلعب بالمهمات الجانبية هيك برات اللعبة، ويعني ممتعة كتير اللعبة صايرة. جربت كذا شغلة، اشتريت اسلحة جديدة، طورت من حالي يعني من الشخصية مثل ما بتشوفوا. يعني نحن صرنا هلا بالليفل 22، فيا جمال الليفل 22. طيب يلا تعالي تعالي يا بعد قلبي. وين بدي اقفز بس؟ اها هون هدول الجناحات. اوه والله خلص. ايوه حلو. التسلق بالعاده عندها هيك من حالها هي بتقفز. مره والله فكرت حالي وقعت والله. طيب بس رح نوصل الجهاز. انا خلصت مهمة جانبية كانت مهمة رهيبة جدا. فتت لمحل ما بعرف شلون هلا فيني اتحكم باغلبية الوحوش اللي باللعبة تقريبا، اغلبية الاليين. كنت حابب انه تمام يلا هلا رح ننزل. كنت حابب انه اكمل المهمة اصورها بس ما لحق، بما انه انا كنت بنص المهمة شفتها انه مهمة حلوة فكملت هيك. نعم نعم هو في وحوش كبيرة هون هلا. ما لنا خلق نتعارك مع حدا. خلينا نشوف المهمات اللي عندنا. هي هي المهمة. مهمات أساسية في عنا، في عنا هي المهمة. خلينا نروح لها. شغلة جديدة كمان بالسكيلز اني اعمل سهمين. هذا مات. طيب على مهل على مهل. ما في ورانا شيء. طيب الاسهم القوية تبعنا رح نجربون.
هدول كمان ماتوا. اوه مجموعه مجموعه يعني. طيب 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 مع انه انا حاولت بالطريقه. والله ضربني. اوه روح نص الدم ضربه واحده. حلو كفو عليك. كيف عم يشوفوني؟ موت. قال مسكني قال موت انت كمان. سهمين عليك مع انه انت ما بتستاهل سهمين. لا والله. طيب انا قتلت كتير منه. طيب 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 في حدا عم يزرني من ورا. موت ولك. لا هالاسهم قوية كتير. الاسهم انا ضربت شي تاني والله فكرته هو. موت ولك. عم تشوفوا الضربات السهم تبعي ضربة كل ضربة واحد يعني ما في خيبة بالشغلة. طيب خليك خليك. موت. اوه طيب خلينا نعمل شوية أسهم. على الأغلب الأسهم تبعنا راح يخلصوا. طبعا أنا جبت أسلحة جديدة كمان. هذا لا أنا بشوفه ولا هو بشوفه. لا والله ما عم تروح للطلقة. طيب 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 والله فكرت جبته. يا خلاص ما دامك هيك قوية تعالي انزلي. خلص بدي اضل ساعة اركض وراك يعني. طيب موت. ايه تعالي اضربيني. اوه خالصة. ما هذه المهمة السخيفة. اوه 5000 نقطة 5000 اكس بي. حلو. مين هذول؟ من هؤلاء الرجال؟ ها انا بس اخلص بيجيني بياع للمنطقة و ما بعرف. راح هلا نشوف اذا في شغلات حلوة عندهم. لا ما فيني انا من وين عم روح. خلينا نستكشف شوي المنطقة اللي نحن اخذناها حاليا. كانوا انا كنت واصل لهون دقيقة. هلا ما راح احفظ. والله الاشياء منيحة كتير يعني. طيب ما فيني اروح. لا في درج. في درج وانا بدي اطلع من فوق. بالعادة هالمناطق هيك فيها لوت. ما بعرف ليش ما عم لاقي شيء انا. هون حكي لسه بتمي يعني. ليش طلعتي فوق؟ ليش انزلي انزلي. هدول هن الشغلات المنيحة. هاي ما فينا نشيلها عادي. اوه قديش شلنا هدول. طيب كمان في صناديق؟ لا ما ضل صناديق. طبعا طلعت المهمة الأساسية من جديد مرة تانية. شغلة عادية. هلا اتركيني هلا مو وقتك. خلينا نحفظها.
طيب هاي خلصناها. Would you lower yourself to speak with me? طيب تفضل نحكي معك ليش لا. I'm honored. All mother be praised. على راسي على راسي. صحيح أنقذناك بس you're together. We are all outcasts. But would you let us stay here? Of course. تمام راح أجيك. أنا عم حاول بقدر الإمكان إنه ما نوجع راسنا بالحكي معهن. يعني على الأغلب مشان ما تروح علينا مشان ما يروح علينا وقت زيادة. شو هاي؟ وردة جميلة. Wear that up later. آه شو هذا؟ والله ما بعرف في مهام جانبية كتير هي بس أنا يعني ما بين بين عم نلعب هيك وهيك يعني بجمع أغراض بعمل شغلات وبعدها بشوف المهام الجانبية إذا بقدر أخلصها لحالي يعني هيك من دون ما أسجلها مهمات تكون يعني سهلة تقريبا مثل هالمهمة كانت سهلة بس هي من الدرجة من الدرجة السابعة لهيك كانت سهلة أنا ما انتبهت لها طبعا انا عم شيل هدول الورود كمان لانه عم بيعهم بالقطع المعدنيه وهالقطع المعدنيه بتفيد كتير نقطه مهمه للعبه اللي بده يلعب لازم يجمع خصوصا بهاللعبه العاب العالم المفتوح بشكل عام يعني وقت الواحد يدور على الاشياء ويجمع موارد راح تنفعه راح تنفعه بالاخر والنفعات شديده مثل ما بتشوفوا انا طورت كتير اشياء يعني هلا رح نشوف المهمة اللي بعدها هلا في عنا مهمتين شو هي؟ هي كمان مهمة جديدة ليفل 18 طيب هي تبع الورود وفي عنا هي 25 هذا هو الدرع الأساسي find use for the power cell هاي هي تبع الدرع مهمة الدرع بس طبعا انا ما راح افوت عليها حاليا في عنا هالمهمة تبع 18 في عنا هالمهمة طيب انا راح اروح على المهمة الاساسية هاي هي اللي هن شافونا اياها بس لو كان في معنا هزيم الرعد اين انت يا عزيزي المشكلة سويت هزيم رعد جديد بس كان تعبان بيموت بسرعة على حظي بيصير تعبان لا هذا خطير هذا وضعه سيء هذا لا هذا يقدر له ولا بدنا مشاكل سيارات القديمة والله أنا من اللعبة هيك مندهش وسعيد باللعبة يعني عم بلعبها وأنا مبسوط فيها لعبة حلوة بصراحة يعني تجربة اللعبة شيء خرافي شو كنت أقوله شو كأنه أنا مارق بين منطقة طفوف ولا هذا هو هذا هو الآلي الطويل صوت اجره يا لا لا هدول عادي هدول تعبانين خليهم يركضوا وراي اذا لحقوني حلال عليهم حلال عليكم حرام عليكم طيب نتجه الى المهمة ما بعرف ايه المهمة من المهمات الأساسية طبعا أنا كان لازم أروح للمهمة اللي بالصحراء بس ما كملت قلت بدي أكمل هدول هالمهمات اللي عندنا حاليا اللي هون بهالمنطقة اللي نحنا فيها بعدين فينا نطلع أو نطور شوي من الشخصية كمان كنت حابب طبعا أنا طورت الشخصية لليفل عالي كتير بصراحة يعني بالعادة الواحد ما بيوصل لهالليفل بهل بداية اللعبة يعني تقريبا نحن بداية اللعبة صرنا يمكن بالحلقة الثامنة هلا تمام لعيونكم من هون الطريق عفوا والله انا لازمني حصان بس ما بعرف المنطقة شوي صعبة لا طيب تعال هون حبيبي تعال رح اوريكم انه انا بقدر هلا حاليا فينا نسيطر على غالبية الوحوش يعني على هدول اللي مثل الدجاج حتى يعني من قبل ما كنا نقدر نسيطر عليهم بس خلصت هذيك المهمة ما بعرف صار
صار الدرع الرمح اللي معي صار أقوى يعني، حتى بالهجمات يعني أنا بحس إنه صاير أقوى. فلهيك تطوير الشخصية شيء مهم جدا يعني. في أصوات عم تجيني وأنا ما عاد أعرف صوت شو هذا. هدول عم يركضوا من الوحش اللي أنا سويته لإلي يعني. طيب شو هذا؟ Lots of machines, all controlled. They sent a stampede of them down the slope. Ah, I'm back here, Lord. شو لازم أعمل؟ طيب لازم نشوف المعركة. ساحة المعركة هون صاير حرب. اوه شو هذا؟ هذا من الوحش اللي انا قتلته اللي اخذت منه راس الرمح، اللي صرنا نتحكم منه بالاشياء الجديدة. طيب مين هذا؟ شو عامل؟ ها ما عم يوقف معي. يلا خلينا نحكي. عن شو بدك تحكي يا حبيب قلبي؟ صاير حرب هون. What happened? What didn't? It's madness out there. War Chief Sona sent me back. جنون هناك. عم بتقول إنه شو صار؟ عم بيقول لي شو ما صار يعني. Where is Sona? طيب نحن ما راح نتجه فورا على المهمات. Do you know where she is now? All I can tell you is where we parked. I'm حس حالي عم بحكي كتير. Metal tower southeast of the ruins of Devil's Thirst. Look to the rise behind it with a lone boulder. I'll head for the embrace and report what I know to Varl and the others. May All Mother lend you strength. You'll need it going alone. لازم اروح لحالي. طيب هاي المنطقة هي منطقة سترايدر اللي فينا ناخذ منها حصان. لا والله هدول مو احسن، هدول غزلان هدول. والله انا لازم اخذ الحصان. طيب خليني ادور اذا في سترايدر هون. هدول كلهم ووتشر ووحوش تاني يعني، ما راح نستفاد منهم بشيء ابدا. مع انه هي ما تلزم، هي على نقطة يعني اخذناها. يلا المشكلة الطريق مو مبين ابدا. رجعنا من نفس الطريق اللي كنا فيه. شوف ربك بدك تسبحي مشان ها شو السباحة السخيفة. هلا كنت صار لي نص ساعة عم اوصف اللعبة وفجأة صارت سخيفة يعني. يلا هلا رح اشوفكم انه قبل ما كنا نقدر نسيطر على هالوحوش، بس شوفوا هلا. أرأيتم هذا الجمال الذي يحدث مع رمحي؟ هلا هذا بيهاجم لي الوحوش الثانية اللي حوالي كلهم. خلي يفتح لي شوية طريق. هلا رح معقول تهجم على هداك كمان؟ والله هداك إذا يضربها ضربة واحدة رح تموت. لا قلت لك يعني انها تعارك بس ما تعارك مع الوحش الكبير. انت الثاني. والله بيلزمني حصان. يا هزيمي يا هزيمة رعدي. هذا صوت الوحش، لازم اروح من هالطريق. اها انا فكرت رجعت مرة تانية لنفس المهمة. وات شو فيهم؟ اخذوا التعبانين، ما في لهم داعي اصلا باللعبة كلها، ما اعرف لشو موجودين اصلا. لا والله فيهم، في عندهم هدول مثل الرؤوس. شو هي؟ مثل الرؤوس هي بنستعملها للنقافة تبعنا بالسوري. للنقافة. ها وين راحت المهمة؟ شو؟ ها لازم ادور مرة تانية. هون شو جو تو سمول. اها لازم اروح لاخر محل كان فيه هالبنت اللي اسمها
سانتا ما بعرف شو كان اسمه. شو اسمه؟ سونا. عفوا. Just stay out of their way for now. أها معناها لازم أطلع لفوق. طيب لعيونكم. هي كمان عم تنبهني إنه خلينا شوي بعيدين عن طريقنا، يعني ما دخلنا نحنا كمان ما رح نلعب بدمنا. يا ولد يا ولد. هون كانت معقول؟ The war chief stopped here. So where did she go next? أها السهم تبعها. No one would have left it. طيب. Sona's taken losses. ما حدا بيترك السهم تبعه. Arrow shards. دمون. شو هي عم تطلع شارت المثلث؟ They must have taken a moment to rest. اها انه عم تستكشف لساتها. عم بتقول انه اكيد اخذت وقت لترتاح فيه. طيب هون Braves were crafting ammunition here. هلا حاليا عم نستكشف المنطقه كبدايه. شو هذا؟ اها لازم نستكشف كل شيء. دم. طيب طيب هي استكشفناها للمنطقة. اها هون. A recent kill. Freshly skinned. اها في صيد لها، كانت عم تصطاد ارنب. هذا شو هذا؟ Sona and her braves can't be far. تمام. سونا والمقاتلين اللي معها ما رح تكون بعيدة على الأغلب. شو في كمان لسه لازم؟ طيب. عم اكتشف ببطء، يعني ببطء شديد. والله أنا كأنه طلعت على هيك. في منهم منصابين بال هلا شو؟ اها لازم اتبعهم هلا. شو هذا الصوت يا الهي؟ كل هالصوت العالي صوت اجر هذاك الوحش. صحيح انا نسيت. طبعا هلا نحن عم نتبع خطوات سونا. سونا الجميلة. سونا لا مرحبا يديك الرومي. اوه يشيل اللحم. اللحم انا على الاغلب عم بيعه لانه ما عم بحتاج للدم بما انه انا فعلت هاي الميزة. لا 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 هاي الركضة بنشوف بشوفها سهلة انا، بس اي غلطة ممكن الواحد يوقع. انا وقعت كتير للاسف. ما في داعي انطر للتقفزية لحالة. لا والله خفت. اها طيب. اها نفس طريقة عم يبين لي. اها في هذا الوحش لازم شو نعمل؟ اها بدنا نستكشف نشوف الاسهم تبعها. اسهم مين؟ عم شيل سهم منهم والاسهم هيك خفيفة يعني خفيفة الصنع وسهلة الصنع يعني. اويلي اويلي. طيب طيب اها راح يضل بالفيلم يعني. معقول ما تلحقي تشيلي سهم؟ لا يا إلهي فضحتينا. اوه في حدا تاني. مين؟ مت مت يا كلب آلي. ما هو كلب آلي بالطبع يعني. هاي هي سونا. يا سيدة سونا ارحمينا. هي كمان من المحاربين يعني اكيد راح نطلع رفقات. انتي سعيدة الحظ يعني لانه هي كانت هون. والله انتي سعيدة الحظ. انا قتلت عشرات من هدول الوحوش. Varl asked me to find you. Has he held the gate? Varl هو يمكن اخوها. لا هو المعلم تبعها. المعلم تبعها. حلوة المعلم تبعها. Our tribe needs strength.
not sentiment. I've tracked some of the killers who struck the proving. طيب انا كمان جاي اساعد يعني ليش هيك عم تحكي بصوت عالي يعني وكانك انزعجتي من وجودي يعني show me then lend me your strength follow follow ذكرتني بلعبة God of War اتبع boy follow هدول الاشياء يلا يلا جايكي شفتوا شفتوا على شوي كنت راح اوقع الظل تبعي فجأة كان ظل مخفي What the hell is that? يلا تمام بالطريق بالطريق عم نشيل يعني خلينا نحفظ اللعبة هون بما انه فينا نحفظ So let's go Follow I'm following you يلا ما بعرف لوين بدها تاخذني بس المهم حاليا انه نتبع على سونا الحجة سونا ونحن من متابعيك المميزين الحجة سونة سونة يا سونة يا المسكينة رح نهجم على مقر للوحوش هدول من جماعة هداك اللي قتل روست فنحن جايين عشان نخلص عليهم ونحن لها What we used to burn, they used to blast. كل هال في عالم حوالينا. Boom. Then let us begin. Let us begin. ونحن لها. شو شايفتين يعني؟ مؤد المسؤولي. Open fire. Open fire. Let's see what you can do. خلينا نشوف شو رح أعمل. لعيونك وأنا اللي بعمل. طيب شو في هاي مثلاً؟ يضرب لا خلاص لا يا قلبي موت ولك شل بالبدو هو لازم انا استعمل سهمين طيب 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 وينك 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 اها انتو بعرف شو بدكن انتو بدكن اسهم قوية لا معقول هيك اختفى بال يلا يلا راح اسوي لا هاي يا قلبي هاي شنو هاي والله عم تجي طلقات علي طيب 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 والله الطلقات عم تروح بشكل منيح طيب انا ما عاد استحمل موت ولك هيك الموتات يا بلا انا لازم الوتن انا ما في داعي تعذبوا حالكم هدول من جماعتي بدي اقتلهم كمان لا 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 ما في حدا عم يرمي علي كفو عليكم يا الله في اثنين منهم ما عم بستعمل الاسهم القوية انا كنت طيب طيب كفو 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 دم ساعة من قبل لا هدول هذا رفيقي هذا لا والله مو رفيقي معقول تقتلني يعني مثلا حمل 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 يا إلهي ما عم يموت طيب طيب
لاحظنا اجوا وحوش كمان عم يقاتلوا. ويه هذا ما عم يموت. طيب الحمى اجت طلقة براسه، طلقة عشوائية اجت براسه، تصوروا. طيب 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 انا راح اجيب هدول يمكن يتفجروا، هذا تفجر ولا شو؟ هدول دواهم عندي. دقيقة دقيقة راح اجيبهم. هيك هيك لا تستعجلوا. طول بالك طول بالك. راح نستعمل هي لانه تبعيات الدم اللي معي عم يخلصوا بسرعه، لانه انا عم بستعمله بشكل سيء بصراحه. طيب هذا كان في معه دم كمان. ها ما هلا تعبل يعني كيف صار؟ هاي لازم يكون على الاغلب سهم ناري. شفتوا هذا هو اللي انا عم بحكي عنه، طريقة القتل الخنفشارية. شفتوا؟ السهم تبعي صاير قوي هيك. ليش ما عم يشيل؟ شو صار؟ طيب 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 خلينا نعبي الدم. لازم انزل لتحت، بس خليني اول شيء الملم شويه لوت من اللي انا اخذتهم، من اللي انا قتلتهم يعني. بس والله ضربات السهم كانت سيئه جدا يعني للاسف الشديد. والله هدول الوحوش انا بقتلهم بالعاده يعني بطريقه سهله كتير، ما بعرف ليش هالمره حسيت فيها صعوبه، بس عادي بتصير يعني. مره كذا ومره كذا يا قلبي. هلا طولي بالك طولي بالك انا جايكي، بس خليني الملم شوية موارد. اكيد بعد هذه الحرب الطويلة لازم يكون في اشياء منيحة نستفادوا منها ويستفيدوا الشعب منها. يلا روحي. عم تمشي على الهدى وكأنه ما في ورانا شيء، ونحن تعبانين ولا اي حاجة. تفضلي. I counted more at the war party massacre. Okay. If I have to chase their filthy shadows from here to Spear's Reach, I will. You're hurt. Losing blood. My health is not a concern. No one doubts your determination, but you need rest. She's right. لازم ترتاحي. Give your wounds time to close. هذا هو اللي اعطانا المهمة الاولى تقريبا. مو المهمة الاولى كانت مهمة اللي هو كان عم يطلع هداك الوحش الكبير وانا جيت عليه من الباب. The runner you sent returned with news of his encounter with Aloy and your location. I left the gate well guarded. My place is here with you, with our vengeance. هو ترك البوابة واجا لهون عم بيقول محلي انا هون معكم. Maybe I should have a look around. See if I can figure out where the rest of the killers are. تمام. راح تشوف وين البقية القتلة وين راحوا. هاي الطريق هون. شو؟ أنا كنت راح أروح بالطريق بالعكس يعني. Commanders. Over the past month, accidental blaze explosions have killed a dozen men. Here in the ring of metal, I've taken the precaution of placing our entire stockpile in a covered shelter. في واحد عم يحكي عنهم يعني مو معروف. هذا شو عم بيقول؟ هلا عن طريق هذا التسجيل الصوتي لازم نكتشف وين القتلة الثانيين. A blaze stockpile inside their base. طيب. Sabotage that. And we win. I found something. The rest of the killers are camped inside a ring of metal. A ring Any of metal. That means? Damn them. The ring of metal lies in the ruins of Devil's Grief. That ground is taboo.
اها هاي الارض ارض محرمه عم بيقولوا There's no time for that. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. Aha. You blaspheme. Please, war chief, break the taboo. Devil's grief is a اكسري الاشياء الممنوعة يعني. But maybe انه الارض محرمة ما بيصير عليهم يفوتوا عليها بس ما بعرف انا شو طبيعة هالارض المحرمة فيها وحوش ممكن. هلا اغلب راح يكون فيها وحوش. Sounds like a plan. طبعا في مهمات في مهمة تانية كمان لازم نخلصها. طيب وهلا لوين نروح؟ ليش ما عم بخبر؟ عفوا. ها المهمة صارت بمنطقة بعيدة. رح نشوف هون. المهمة يا إلهي. طيب لهون بيكون وصلنا لنهاية مقطعنا لليوم. إن شاء الله تكون يكون المقطع عجبكم وبشوفكم بالمقاطع الجاية. طبعا إذا عجبتكم المقاطع تبعنا لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل جديد من القناة. مع السلامة.